لي زيكيب كيتعاونوا مع بعضياتهم باش يلقى الراحه ديالو النفسيه والجسمانيه. بونجور، معكم زهره هينام، اخصائيه التغذيه والحميه بمستشفى الدولي لاكادير التابع لمجموعه اكديتال. كيدخل عندنا المريض للمستشفى الدولي لاكادير، طبيعه الحال كتكون عنده لا بريزون شارج كومبليت، فكيشوفوا الطبيب ديالو، كتشوفوا حتى ليكيب دو سوان، ابري كيكون لو باساج ديالي، كنشوف جميع المعطيات عليه في الدوسي ميديكال، كنشوف لاج، كنشوف لي زونتيسيدون ديالو، بالاستشاره مع الطبيب كنعطيه الريجيم الخاص اللي غادي يكون كيتبعو في المده الاستشفائيه. كندوز عند المريض كنشرح له الريجيم اللي غيكون عنده في هذيك المده بالضبط. من المهام الاخرى اللي عندي في المستشفى الدولي لاكادير انني كتكون عندي علاقه بلا ريستوراسيون، تما كنكون عندي دور مهم مع ليكيب د لا كويزين سوبرفيزور، كتكون مراقبه الاغذيه والاطعمه اللي كيتوصل بها المريض من ناحيه القيمه الغذائيه، واش كان احترام لهذاك النظام الغذائي اللي كان موصى به، كذلك من ناحيه الشكل والقيمه الغذائيه. من المريض كيقرب يخرج كيكون عندي ان اوتر باساج شي لوي باش نشرح له اولا نعطيه جميع النصائح اللازمه عندها علاقه بالنظام الغذائي ديالو على حسب المرض ديالو. مثلا الناس اللي عندهم داء السكري او فشل كلوي كنعطيهم جميع النصائح اللازمه اللي غادي يتبعوها في المنزل ديالهم، هكا كتكون عندهم اون بريزون شارج كومبليت، وبطبيعه الحال كيكون عندهم جميع المعلومات الكافيه اللي عندها علاقه بالتغذيه باش يتبعوا هما مرتاحين في الدار. غير ذلك كيكون عندي لي كونسلطاسيون مع المرضى اللي كيبغيو يحميو راسهم من بعض الامراض الوراثيه كداء السكري، الفشل الكلوي، اولا امراض القلب والشرايين، وكذلك الناس اللي كتكون عندهم مشاكل صحيه، مثلا الناس اللي عندهم زياده في الوزن اولا ضعف في الوزن كيجيو باش كياخذوا استشارات وكيديروا تتبع اللي كيكون عنده نتيجه بطبيعه الحال على المدى البعيد اولا على المدى القصير على حسب الحاله ديال الصحيه ديال المريض. أكديتال عناية وعلاج.